شاهد الصور الأولى لحادث اشتعال سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. لقى شخصين مصرعهم وأصيب 2 آخرين في حادث اشتعال سيارة بعد انقلابها بمحافظة الإسماعيلية. وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطار من رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ بإقليم القناة يفيد اشتعال سيارة ملاكي رقم طه ب 4596 بكوبري 7 بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بعد انقلابها. أسفر الحادث عن وفاة شخصين وهم عبد الرحمن عطوة إبراهيم 18 سنة مقيم أبو جازية أبو سوير، وإبراهيم عبد الفتاح إبراهيم 17 سنة مقيم أبو سوير، تم نقلهم لمشرحة المجمع الطبي. كما أصيب كريم عبد الله إبراهيم عبد الفتاح 16 سنة مقيم بأبو سوير بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والساقين بنسبة 54%، ورشا محمد خليل 38 سنة بنسبة برضو بنسبة حروق من الدرجة الثانية، وهي عندها برضو حالة إغماء من أثر الحادث. تم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي. ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم ويرحم المتوفين يا رب العالمين.